الأول من نوعه من حيث التصميم والذي يضفي جمالية أكثر على المدينة. وجدد محافظ كركوك خلال مراسيم افتتاح المجسر دعوته للحكومة الاتحادية ووزارة المالية بإطلاق مستحقات المحافظة المالية لإنجاز مشاريع أكثر وإكمال المشاريع التي هي الآن قيد الإنجاز. بحضور عدد من مدراء الدوائر الخدمية في كركوك وأعضاء مجلس المحافظة، افتتح الدكتور نجم الدين كريم محافظ كركوك جسر تقاطع كركوك الأول من نوعه من حيث التصميم والجمالية، حيث دعا محافظ كركوك الحكومة الاتحادية ووزارة المالية إلى إطلاق مستحقات المحافظة من مبالغ مالية لإنجاز مشاريع أكثر ربما هي متوقفة بسبب عدم وجود السيولة الكافية. مرة أخرى نريد أن نؤكد بأن هذا المشروع من المشاريع الجميلة، وقد تم إكمالها بمبلغ حقيقة متواضع، يعني 9 مليارات دينار لمثل هذا المشروع يمكن ما يصدق أحد إذا إجا وشافه. وأنا مرة أخرى أشكر جميع المساهمين في إنجاح هذا المشروع، وأشكر الشركة المنفذة التي هي شركة جيدة ولم تستلم سلفها إلى الآن، ولكن استمرت بالعمل لإنجاح المشروع ولإظهار مجال كركوك، جمال كركوك للزائرين وللمواطنين. الحكومة الاتحادية حقيقة يعني هناك سوء فهم بالنسبة لكركوك. صحيح احنا قبائل حويجة تحت سيطرة داعش وبعض النواحي في تلك المنطقة، لكن كركوك، مدينة كركوك وقضاء الدبس، قضاء داقوق والنواحي التابعة لهذه الأقضية وقضاء المركز كلها تحت سيطرة القوات الأمنية هنا في كركوك. وليس هذا، وإنما نفوس كركوك ازداد بحوالي ربع إلى ثلث عددها بالنسبة بسبب النزوح إلى كركوك، وتقدر عدد العوائل النازحة بأكثر من 76 ألف عائلة. وطبعا أكثر حوالي نصف هؤلاء، ربما أكثر من النصف، هم من محافظة صلاح الدين، ولكن مع الأسف نرى بعض الأشوات أصوات من صلاح الدين بالعتب على كركوك وعدم رضاهم على ما نعمله. مرة أخرى أقول تفضلوا زوروا كركوك. كركوك قدمت للنازحين كل ما باستطاعتها بدون أي مساعدة من أحد، ونحن لا نقبل انتقادات لأهل كركوك بجميع مكوناتها من الذين لا يعرفون ماذا يجري عن كركوك حقا. وأنا أطلب أيضا من محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالة بتخصيص من قسم من المبالغ المخصصة لهم للنازحين إلى محافظتنا هنا، لأنهم يتواجدون هنا وليس في محافظة صلاح الدين أو في محافظة نينوى أو الأنبار. مدير دائرة طرق وجسور كركوك تكلم عن الأمور الفنية لإنجاز هذا الصرح العملاق رغم الصعاب التي تواجه المدينة من جهة بناء وإعمار، ومن جهة أخرى ردع الإرهابيين من قبل قوات البيشمركة. تم إقرار من قبل إدارة محافظة ومجلس محافظة كركوك على إنشاء هذا التقاطع في هذا الموقع، وأيضا أضاف جمالية لمدخل مدينة كركوك حيث هنالك من الحدائق والنافورات، فبالتالي هذا المشروع كلفة المشروع 9 مليارات و500 مليون دينار عراقي، وبمدة تنفيذ لا يتجاوز السنتين، وكمية الكونكريت المستخدم 14 ألف متر مكعب، وكمية التبليط بالإسفلت 90 ألف متر مربع، أنجزت من قبل شركة محلية متخصصة في هذا المجال. وإن شاء الله كركوك تشهد إنجازات أخرى في مواقع أخرى نتيجة للاستقرار الأمني والمتحقق في مدينة كركوك بفعل يعني تواجد القوات الأمنية وتواجد قوات البيشمركة. طول المجسر 1100 متر طول، 1100 متر طول، يعني هنالك مجسرين، مجسر فوق مجسر آخر. المجسر بحدود 670 متر طول والآخر بحدود 370 متر طول. أيام قليلة وينتهي العام الحالي الذي شهد أحداثا كثيرة على رأسها عدم إقرار الموازنة العامة، إلا أن إدارة كركوك كانت تتحدى الصعاب لكي تقدم أفضل الخدمات لمواطنيها، وهذا الصرح العملاق دليل على ذلك. ألبرت حسن، فضائية كركوك.
استقبل أسو مامد مسؤول المركز الثاني لتنظيمات كركوك للاتحاد الوطني.